صباح الخير. النهاردة عايز أكلمكم عن السعي. المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الرزق قلنا إن كل اللي مطلوب منك إن أنت تسعى والرزق ده بتاع ربنا. السعي بقى فيه مشكلة كبيرة، لأن السعي لازم تبذل مجهود. مشكلتنا هنا فين بقى؟ إن كل واحد فينا شايف إن هو بيبذل أقصى مجهود يقدر يعمله. طب الكلام ده صحيح؟ خلينا أديكم مثلا. أول امبارح وأنا نازل من العمارة عندنا لقيت الواد شريف ابن سيد جار. الواد شريف ده واد جميل وجدع، لسه متخرج بقاله سنة وبيدور على شغل وبتاع خلال السنة اللي فاتت دي. شريف واقف لابس بدلة وشياكة الشياكة وماسك شنطة. يا شريف راح فين يا حبيبي؟ قال لي والله يا أنكل أنا بدي أول ما حد يقول لي يا أنكل بس ما علينا. قال لي والله يا أنكل عندي انترفيو في اسكندرية. طب يا حبيبي ربنا يوفقك. رحت أنا شغلي ومشاوير بعد الشغل وراجع الساعة 8 بالليل لقيت شريف لسه على حط إيدك واقف نفس الوقفة قدام باب العمارة. يا شريف إيه الحكاية يا حبيبي؟ ما رحتش ولا حصل إيه؟ أنت لسه واقف مكانك؟ قال لي والله أنا بذلت مجهود يا أنكل، أنا صحيت الصبح ظبطت المنبه وصحيت بدري واستحميت وحلقت دقني وسرحت شعري ولبست البدله ونزلت وقفت قدام باب العماره، بس يعني ربنا ما اردش بقى ان انا اوصل. سؤال، هل شريف بذل مجهود ولا لا؟ ايوه بذل مجهود. السؤال الثاني، هل المجهود اللي شريف بذله كفايه انه يوصل له هدفه؟ طبعا لا، لان هو كان مفروض يركب مواصله ويروح لحد محطه القطر او محطه الاتوبيس ويوصل ويوصل اسكندريه، وبعد ما ينزل من اسكندريه يركب من محطه سيدي جابر مثلا يروح لحد مقر الشركه وهكذا. انما هو عمل مجهود هو شايف ان هو كفايه ان هو يوصل له هدفه، انما هو الحقيقه مش كفايه. وهنا بقى النقطه، لما تيجي تحدد هدف لازم تبقى عارف جدا حجم المجهود المطلوب منك قد ايه عشان توصل للهدف ده، والا مش هتوصل له. الطريق من القاهره لاسكندريه 200 كيلو، لو انت مشيت 190 كيلو مش هتوصل اسكندريه، فاضل 10 كيلو، سباق 10 كيلو، لو حضرتك جريت 9 يبقى مش هتوصل ولازم عشان كده تفضل 9.